اصلا مصر طبعا. الشتاء داخل علينا، بعض الناس بتسال الموضه في الشتاء تبقى عامله ازاي. انا قدمت شتاء 2019، قدمت في باريس فاشن ويك، قدمت كتير جلد، قدمت ريش، قدمت الوان موف بيربل، قدمت اسود، قدمت ابيض، قدمت جولد، قدمت شتاء مبهج شويه بالوان كمان باستيل، قدمت كتير فرانشيز، الحاجات اللي فيها فرانشات كتيره عشان موضه قوي، فانا بحب الشتاء انه يكون مبهج شويه. لبنان من افضل الدول المقدمه للفاشن وكده، ايه رايك في الاحداث اللي بتمر بيها دلوقتي؟ والله بص، انا دي اراده شعب، واحنا لما كان عندنا كبت قد كده احنا قمنا بثوره ضد الفساد، ضد العنف، ضد كل حاجه. من حق الشعب ان هو يقول رايه بحريه، مش مع اللي بيكسر واللي بيخبط. قول رايك، هتوصل بشياكه، بادب، بصوت حلو. هتوصل النهارده غضبك يبقى في الشارع، وجودك في الشارع لوحده ده قيمه، مش تكسيرك. تكسيرك هقول لك مع السلامه هاخدك هسجنك، لكن وجودك في الشارع ده ان انت غضبان وبتعبر عن غضبك. اخيرا، القضيه اللي شغاله الشارع المصري كله قضيه راجح، انت رايك الشخصي فيها ايه؟ انت شايف ان انت لما السارق بيسرق بيعملوا فيه ايه؟ بيسجن. واللي بيشتم بيعمل ايه؟ بيسجن. فاللي بيزهق روح مش حق ان هو لازم يعدم؟ هو ده قال حق القصاص، رب العالمين هو قالها. انا بقى لو احنا قلنا اصل طفل صغير وتحت السن الشرعي، انت عندك الاف الاطفال اللي لسه تحت سن 18 ولا 20، وكتير قوي ممكن ان هو يمسك لك آلة حادة ويقتل بيها. مع احترامي، لازم يبقى السارق، لازم يبقى جالب المخدرات، لازم يبقى زاهق الروح، يعدم في ميدان عام، ويبقى عبره لمن يعتبر. ومع احترامي، احنا عندنا كتير من السلبيات اللي لازم تتحكم باراده وبقوه، وما اخذ بقوه لا يسترد بغير القوه.